بأمين عام الحملة الأستاذ ناصر الشريف بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا في ذوقك المحترم وفريق عمل أخبار اليوم. النهاردة يعني حملة كم الجميلك عاملة مؤتمر عشان تسلم سيادة المشير الاستمارات اللي موجودة واللي تم توقيعها لدعمه من أول يوم أسسة الحملة فيه لكي يترشح لرئاسة الجمهورية. نقدر النهاردة نقول كم استمارة هنسلمها النهاردة لسيادة المشير؟ تقريبا احنا عدينا 27 مليون استمارة على مستوى الجمهورية. الاستمارات طبعا موجود منها جزء والباقي كله في المخازن، لان معنا حوالي 10 مليون هنا والباقي في المخازن لانه ما عرفناش نجيبه. ونقول لسيادة المشير ألف مبروك عليك مصر، وألف مبروك لمصر عليك. في الهيكل الإداري هل تتوقع مثلا أن سيادة المشير يقدم استقالته من منصب مشير أو قائد العام للقوات المسلحة لكي يترشح، ولا يحتفظ برتبة المشير؟ لا، هو المفروض يحتفظ برتبة المشير. هيبقى رتبة المشير دي موجودة قبل الرئاسة، ورئاسة الجمهورية بتبقى تغطت على كل أنه يكون القائد العام للقوات المسلحة. وماذا ترونه من قبل ترشح الفريق أول أو سيادة المشير لمنصب رئيس الجمهورية؟ ستكون المنافسة شرسة مع وجود عناصر من المجلس الأعلى سابقا أمثال سامي عنان وأحمد شفيق واللواء مراد موافي مع حفظ الألقاب لهم جميعا؟ نحترم كل المصريين، نحترم كل المتقدمين للرئاسة، نحترم كل اللي هتقدم للرئاسة، لكن سيادة المشير ملوش منافس أبدا. سيادة المشير رجل وطني والشعب كله بيحبه. سيادة المشير مش محتاج دعاية وإعلان. سيادة المشير أنا بنزل في الشوارع في كل المحافظات أوزع صور لسيادة المشير. لو عندي 10 مليون استمارة توزع، 10 مليون صورة توزع، الناس بتقطعنا عشان تاخذ الصور. حب الناس للمشير من وطنية الناس ومن وطنية سيارة المشير. سيارة المشير مش محتاج دعاية وإعلان. سيارة المشير بطل عربي قومي، الشعب بيحبه، هو بيحب الشعب، فمش محتاج حد نفسه، واللي نفسه خسران. كل الشكر والتقدير لشعب الخليج العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. كل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية. كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، البطل العربي الثاني. كل الشكر والتقدير لشعب الكويت، الشعب الحر، الشعب الأبي الوطني. كل الشكر والتقدير للإمارات، شعب الإمارات. كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بطل العرب، زعيم عرب، أسد عن أبوه، واللي خلف ما ماتش. والشيخ زايد رحمة الله عليه خلف آل زايد وآل نهيان، وربنا يحفظ العرب جميعا. كل الشكر للمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات والكويت والأردن، جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن. كل الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم البطل اللي بيجمع كل الشعوب مع بعضها، ولولا الشعب المصري وأصالة الشعب المصري وبطولة الشعب المصري ما كانوش توحدوا العرب، وربنا يوحد العرب إن شاء الله جميعا على قلب رجل واحد. كل الشكر لقناة أخبار اليوم والفريق أخبار اليوم، وكل الشكر للحاضرين، وشكر جزيل جدا جدا للمشير عبد الفتاح السيسي ابن مصر البار البطل، اللي هو يلبي طلب المصريين وهيلبي لهم طلبهم وهيقف معاهم ويحمي مصر إن شاء الله بإرادة المصريين. كل الشكر لك إن شاء الله. أستاذ ناصر الشريف الأمين العام لحملة كمل جميلك، بنشكر حضرتك جدا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا.